طيب دلوقتي حالا هو قدام حضراتكم ده تدريب نادي الزمالك اللي هيبدا دلوقتي حالا تحت قياده مستر جوزيه جوميز والجهاز المعاون من اجل الفوز بالبطوله غدا. ده التدريب الاخير او التدريب النهائي خلاص قبل المباراه بكره. زي ما انتم شايفين الفريق فاصل، الفريق مركز تماما في المباراه بكره، ملوش دعوه باي احداث بتحصل بره، جمل فنيه، حمل بدني. بصوا احنا فاصلين تماما، لازم تكونوا مركزين بكره، لازم ما يبقاش عندنا اي حجه، لازم ما يبقاش عندنا اي حاجه بتقول انه الزمالك والله راح لسيناريوهات اخرى من اجل واحد او اثنين او ثلاثه. لا، الزمالك بكره نازل من اجل اسعاد جماهير نادي الزمالك. الزمالك بيتمرن تمرينه الاخير زي ما حضراتكم شايفين عشان ان شاء الله بكره يتوج بهذه البطوله، لان جماهير نادي الزمالك ان شاء الله بتحلم ان هي جماهير الزمالك بتحلم ان هي يعني تجمع ما بين البطولتين في شهر واحد، سواء السوبر الافريقي او كمان كاس السوبر المصري. زي ما انتم شايفين صبحي بيتمرن مع اللعيبه الشباب، وعلى فكره يعني دي مش اول مره، يعني اتكررت معانا قبل كده يعني كتير جدا. طيب زي ما قلت لحضراتكم احنا بنتابع معاكم كل ما هو جديد بيحصل في معسكر نادي الزمالك من اجل ان احنا نطمن جماهير نادي الزمالك على الفريق. انا عارفه ان حضراتكم اكيد هتكونوا عايزين تعرفوا كل حاجه بتحصل داخل الفريق الاول، وبتطمنوا على استعدادات الفريق الاول داخل المعسكر والتدريبات. ده اللي بيحصل قدام حضراتكم، تمرينات الفريق قبل البطوله او قبل النهائي غدا. كل اللعيبه بتستعد تمرينات قبل ناصر ماهر عبد الله السعيد اللي اتمنى بكره ان شاء الله يكون ليه دور في المباراه، وناصر ماهر ايضا حالا. اعتقد اي 11 لعيب بكره ان شاء الله هيكون موجود في التشكيله غدا، هيكون مؤثر ان شاء الله بشكل كبير جدا. وناصر منسي اتمنى برضو ان هو يكون ليه دور في الشوط الثاني ويحسم البطوله ايضا زي ما قدر ان هو يحسمها لنا في بطوله السوبر الافريقي. ان شاء الله بكره لعيبه. انا بشوف ان العامل النفسي والتركيز زيزو برضو، يعني اتمنى برضو يكون كل اللعيبه بصراحه اتمنى بكره اي لعيب بكره مستر جوزيه جوميز هيعتمد عليه في التشكيل، اتمنى بكره طبعا ان هو يكون مؤثر بشكل كبير جدا، لان هو ده الفيصل بقى، ان انت تبقى مركز تسعد جماهيرك. البطولة دي انا بشوف ان هي انت تبقى باسم زملائك. طبعا زي ما قلنا في البداية النهاردة بيمروا بظروف صعبة، هنتابع مع حضراتكم كل حاجة بتحصل داخل تمرين نادي الزمالك وداخل معسكر نادي الزمالك. التمرين هيبدأ اهو دلوقتي مع مستر تحت قيادة طبعا مستر جوزيه جوميز من أجل طبعا طمأنة جماهير نادي الزمالك على الفريق الأول. وبقول لكم إن المعنويات يعني أنا يعني من نظرتي إن الفريق فاصل تماما عن أي أحداث، إن الفريق مركز بشكل كبير جدا 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 من أجل إسعاد الجماهير، وإن الفريق عندها إصرار. وعلى فكرة لعيبة نادي الزمالك ما تقلقش عليهم أبدا أبدا لو عندهم الإصرار وعندهم الدوافع. الأسباب دي أو الدوافع دي لو خلقت للاعبي نادي أو لعيبة نادي الزمالك خلاص أنت مطمن إن لعيبة نادي الزمالك هتقدر بكرة إن شاء الله إن هي تاخد الجيم ناحيتها. عارفين إن شاء الله أتمنى برضو إن الجيم يحصل زي جيم السوبر الإفريقي. أنا عجبني، أنا مش عايزة بس الزمالك بكرة يلعب بشكل عادي، لا انا عايزه الزمالك، انا عايزه الزمالك يأدي يعني عرض كويس، عايزه الزمالك يلعب يفتتح مدرسه الفن والهندسه اللي احنا دايما متعودين عليها. انا ببص لما الزمالك بلاقيه بيلعب كره حلوه، كره ممتعه، ما بيلعبش من اجل بس ان هو عايز يكسب وخلاص. انا عايزه بكره مباراه استثنائيه يا جماعه، احنا عندنا دوافع بكره يعني تخلينا زي ما بنقول كده بلغه الكوره ناكل النجيل. عارفين انتوا اللفظ الكروي المعروف المشهور ده،
بكره احنا محتاجينه، يعني احنا بكره لازم نستخدمه على، ويعني احنا ده قدرنا، والزمالك متعود يلعب تحت ظروف صعبه، الزمالك متعود يلعب وياخد البطوله دايما، والدنيا حواليه صعبه جدا، والدنيا حواليه كلها غير مهيئه بالمره ان هو ياخد هذه البطوله، وكل الدوافع المعنويه تحت الارض، ولكن مع ذلك تلاقي الزمالك الفارس العظيم اللي داخل واخد البطوله. وعلى فكره بتبقى هي دي متعتها، على فكره بتبقى هي دي متعتها على فكره. بصوا لو بتبصوا على اللعيبه، اعتقد اكيد يا جماعه انا متاثر، هم دول صحابهم برضو يعني اكيد متاثرين. كابتن احمد سليمان اهو بيتكلم مع مستر جوزيه جوميز. لو تبصوا على اللعيبه اكيد، انا متاكده ان هم اكيد طبعا زعلانين على زملائهم وصحابهم في النهايه، ولكن ضروري جدا ده اكبر دعم ليهم ان هم، او اكبر دافع ليهم انه في عز الظروف اللي الزمالك بيمر بيها وزملائهم بيمروا بظروف صعبه، ده الوقت، هو ده الوقت اللي لازم نادي الزمالك بكره يكسب البطوله ويديلهم البطوله. زي ما قلت لكم على فكره انا الحاجات دي بحسها، اللي هو الزمالك كل ما كانت الظروف صعبه حواليه كل ما الزمالك بيبقى اشرس كمان في ارض الملعب، وده اللي انا عايزه اشوفه بكره، عايزه اشوف الزمالك اشرس في ارض الملعب، والتتويج بالبطوله بيبقى ليه طعم تاني خالص غير ما بتيجي انه الزمالك دخل وشارك البطوله. لا يعني تخيلوا بكره كده الزمالك ان شاء الله خد البطوله، موضوع تاني خالص، يعني طعم تاني خالص انك انت واخد البطوله وانت اصلا يا جماعه بتمر، وانت اصلا بتمر بظروف صعبه، ظروف اعتقد لو انا بجد بقول ان لو اي نادي تاني بيمر بالظروف اللي نادي الزمالك بيمر بيها، لا ما افتكرش ان هو كان قام ووقف على رجله، ما افتكرش ان هو كان ممكن اصلا يفكر يقف على رجله كده ويتمرن زي ما اللعيبه واقفه بتتمرن واقفه على رجليها وبتحاول تنسى اللي زملائها فيه، وبيحاولوا ان هم لا في جماهير ورانا وفي مسؤوليه علينا واحنا لازم نلعب واحنا لازم نكون موجودين واحنا في ملايين من جماهير نادي الزمالك مستنيه البطوله دي واحنا لازم نسعدهم ومتحملين جميع المسؤوليات وفاصلين تماما. لو نادي تاني اعتقد لا ما كانش هيقدر يقف على رجله، بس انا ده يثبت لك ان احنا نادي قادر يقف على رجله، احنا مش اي نادي، نادي مؤسسات، نادي بيحترم كل الدول اللي بتستضيفه، نحترم على فكره كل القوانين بالمناسبه، ولا شك في ذلك على فكره، وكل الاحترام وكل التقدير طبعا لاخواتنا واشقائنا الاماراتيين، دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه يعني، وكلنا ثقه في القضاء الاماراتي ان الازمه دي او المشكله دي تعدي ان شاء الله على خير. وعايزه لعيبه نادي الزمالك ان شاء الله بكره يتوجوا بالبطوله. كونراد مشلاك هو يا جماعه بيتمرن، اتمنى بكره يصنع الفارق، لان هو مع زيزو مع سيف الدين الجزيري جبهه هجوميه ولا اروع الصراحه، يقدروا طبعا ان هم يعني شكلوا جبهه قويه جدا تصنع الفارق ان شاء الله في المباراه. زيزو هو اف مع تقريبا كابتن احمد مجدي، حمزه المسلوسي، زي ما انتم شايفين اللعيبه بتتمرن، ده لسه كمان يعني ده في بدايه التمرين. هنتابع مع حضراتكم طبعا كل شويه تمرين نادي الزمالك، انا بس ببقى عايزه اطمن حضراتكم ان الفريق على اتم الجاهزيه وعلى اتم الاستعداد الكامل لمواجهه النادي الاهلي غدا في كاس السوبر المصري ان شاء الله. وكل لاعبتنا او اي 11 لاعب هينزل بكره ارض الملعب كلنا واثقين فيه. كل اللي انا بتمناه بس بكره، على فكره كل الحاجه الوحيده بس اللي انا بتمناها بكره، ان شبح الاصابات يبتعد عن نادي الزمالك فقط لا غير. الكل اللي انا بتمناه انه يبقى كل لاعب موجود في مركزه، وانه ما فيش اي لاعب من لعيبه نادي الزمالك بكره في المباراه يصاب، وغير كده انا قادره اواجه. وبالمناسبه كمان دي بطمنكم ان عمر جابر جاهز ل
مواجهة النادي الأهلي غدا في مركز الباك يمين، واحد طبعا من مراكز القوة بالنسبة لمصر. جمز على فكرة افتقدناه جدا في المباراة الأخيرة اللي كانت أمام بيراميدز. طبعا شحاتة كان قد المسؤولية وكل حاجة، ولكن طبعا عمر جابر ده مركزه ويجيد فيه بكل براعة، ومفيش حد يقدر بصراحة يعوض غياب عمر جابر. احنا أصلا بنتكلم إن عمر جابر كان المفروض يكون موجود مع المنتخب الوطني، فما بالك يعني مع الزمالك. أكيد طبعا غيابه كان مؤثر، ده يعني احنا بنطالب ان هو يكون موجود مع المنتخب الوطني لانه غيابه مؤثر مع المنتخب الوطني، فما بالك كمان مع الزمالك. فاكيد طبعا غيابه كان مؤثر، لان كمان انت محتاج لشحاته في مباراه غدا في وسط الملعب من وجهه نظري. طبعا شيكا كمان هو يا جماعه واقف مع احمد مجدي وزيزو، الاثنين واقفين مع كابتن تقريبا احمد مجدي. شيكابالا برضه على فكره عليه دور، يعني شيكابالا واحد من اللعيبه، واحد كابتن الفريق عليه دور، هو برضه واحد من اللعيبه اللي اكيد هيسعى جاهدا ان هو يدخل اللعيبه في مود المباراه بكره. هو عليه عامل تحفيزي كبير جدا في المباراه. واقفين هم الاثنين، هم الثلاثه بيتكلموا، اكيد انا يعني اكيد انا مش سامعاهم، بس اكيد طبعا بيتكلموا على اهميه المباراه بكره، وانه اهميه الفوز، وانه اكيد طبعا ازاي يدخلوا اللعيبه في مود التركيز للمباراه غدا ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده فريق السكاونتنج كمان وراهم. شيكابالا زي ما بقول لكم طبعا واحد من اللعيبه اللي عليه دور بكره عظيم جدا، وعليه دور كمان من النهارده، خاصه كمان اللعيبه اللي لسه داخله صفوف نادي الزمالك زي بنتايج وعمر فرج وكونراد مشلاك. اللعيبه دي برضو شيكابالا هو العنصر الاساسي والرئيسي في ان هو يدمجهم داخل الفريق سريعا، و يعني يحدث عمليه الانسجام سريعا داخل الفريق. شيكابالا، عمر جابر، زيزو، كل كباتن الفريق على فكره، كمان عبد الله السعيد. واضح كمان انه في كلام فني ما بين زيزو وما بين جوزيه جوميز، وكمان كابتن احمد مجدي اهو كمان تدخل في الموضوع. عبد الله هو بيحاول يسمع من بعيد لبعيد هم بيقولوا ايه. جنبه كمان ناصر ماهر. خلاص كده اللعيبه دخلت في مود التمرين، كده كل اللعيبه بتتمرن، كل اللعيبه بتستمع لكلام المساعدين مع مستر جوزيه جوميز وفريق السكاوتنج. خلاص كده التمرين نقدر نقول ان هو كله بدا خلاص يركز للمباراه غدا. ده التدريب الاخير او التدريب الختامي على ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات العربيه المتحده الشقيقه. زي ما انتم شايفين طبعا قدام حضراتكم بنحاول نتابع معاكم كل ما هو جديد بيحدث في دوله الامارات العربيه، وداخل كمان معسكر نادي الزمالك لمباراه غدا او المباراه النهائيه لمواجهه النادي الاهلي. ومش صعبه على الزمالك تماما، انت لسه مواجه النادي الاهلي، انت لسه مواجه النادي الاهلي ولسه واخد منه السوبر الافريقي، وكان عندك افضليه نفسيه وفنيه، وتقدر يعني تاخد من النفس الافضليه النفسيه والفنيه. على فكره مستر جوميز اصلا ليه افضليه فنيه على مستر كولر امام النادي الاهلي، فانت تقدر تستحوذ بكره في المباراه، وتقدر يبقى ليك النفسيه، تقدر يبقى ليك الافضليه النفسيه والفنيه بكره، وتركز على نقاط القوه اللي عندك. نادي الزمالك لديه نقاط قوه في المباراه، يعني مثلا لو اتكلمنا على كل خط نادي الزمالك، يعني مثلا حراسه المرمى عواد، انا يعني كفايه ان انا اقول لك عواد، لان انا يعني الاسم لوحده يعني ما شاء الله يديك ثقه. خط الدفاع كله، خط الدفاع كله بكره الحمد لله متكامل، بداية من عودة عمر جابر، بنتايج اللي أثبت نفسه من أول مباراة في السوبر الإفريقي، بعد كده للثنائي حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي طبعا. وحسام عبد المجيد على فكرة
بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا. واصبروا يا جماعه على حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن هو اصلا ماشي بشكل كويس كمان الفتره الاخيره وبيتطور بشكل كبير جدا. فبلاش تقعدوا او الناس كل شويه تقعد تقارنه بمدافعين يعني عندهم خبرات اكتر منه لانهم لعبوا عدد مباريات اكتر منه. ف يعني خلينا نصبر على لعيبتنا، وحسام ماشي بشكل كويس جدا، وان شاء الله اتمنى له طبعا تالق يعني او يستمر على نفس نغمه التالق كمان في مباراه بكره ان شاء الله. فانت خط دفاعك كده الحمد لله متكامل، ما عندكش يعني يعتبر ولا مشكلة يعني الحمد لله.